في مقولة بتقول لك العيد فرحة، وده فعلا كلام صحيح، لان عيد الفطر المبارك هو يوم من اهم ايام السنة اللي المسلمين بيفرحوا بيه بيوم مبارك زي ده. ولكن مع المصريين العيد بيبقى مختلف تماما. بعد ما نخلص كده صلاة العيد بنروح، اهم حاجة بنعملها يا جماعة احنا هنخرج فين؟ اول حاجة بيفكروا فيها انهم يدوه طعم الكشري بعد ما اتحرموا منه لمدة شهر، ولكن اللي بيلاقوه هناك ما بيبقاش متوقع، حرب عالمية تالتة فعليا على اللي يلحق الكشري اسرع من التاني. تسيبك من الكشري وتقفل منه وتروح تفكر انك تروح السينما عشان تتفرج على اجدد الافلام، ولكن اللي بتلاقيه هناك ما بيفرقش عن محلات الكشري كتير. ولو ريحت دماغك من الخروجات خالص وقعدت في البيت تريح شوية، العيال الصغيرة في الشارع بتتوصى بيك على الاخر. الله اكبر. واهم حاجة في العيد الناس كلها بتستناها وهي العيدية، تبقى ماشي كده تلاقي عمك ولا خالك حاطط لك 5 جنيه في جيبك وعمال يعايرك بقى طول اليوم، تحس انه مديك قطعة اثار وبيقول لك روح بيعها وهات لك اللي نفسك فيه. والتلات ايام بتوع العيد اللي كلنا بنستناهم تلاقوهم في ظرف ساعتين تحسهم طاروا ولا بتحس بيهم، ولما تخلصهم ما بتبقاش طايق نفسك، عشان كده لما بتلاقي اي حد صاحبك في الشارع ما بتبقاش طايق تشوفه حتى. الحمد لله على السلامة على السبيل. كل العادات والتقاليد اللي في العيد وتاريخها بالكامل في الفيديو ده. العيد عموما ربنا اقره ان هو الفاصل بين صيام شهر رمضان وبين الايام العاديه، بيبقى يوم مبارك ومفروض عليك انك تفطر في اليوم دوت. العيد بدا في الساعه الثانيه من الهجره بعد صيام اول رمضان، والكلام دوت سنه 623 و624 ميلاديه، وطبعا اتسمى عيد الفطر لاننا بنفطر فيه بعد صيام شهر رمضان بالكامل. بالنسبه لكحك العيد ايه حكايته بالظبط؟ الكحك عموما كان معمول من ايام المصريين القدماء، في صور ونقوشات كتير بتصور المصريين وهم بيعملوا الكحك، لانه كان وجبه بسيطه تتعمل من القمح اللي كان موجود بوفرة في مصر القديمة. اول المسلمين اللي خدوا العادة ديت كعادات وتقاليد في العيد هم الدولة البولونية، وكان موجودة ساعتها في مصر، والعادات والتقاليد ديت اتنقلت في الفاطمية واشتدت جدا في الدولة الفاطمية، لدرجة ان الخليفة الفاطمي كان بيدفع 20,000 دينار كل عيد فطر عشان يفرق الناس كحك العيد، لحد ما العادات والتقاليد ديت وصلت لينا النهاردة. اما بالنسبة بقى لحاجة مهمة وهي العيدية اللي بتقلب كل قرايبك فيها في يوم عيد الفطر، ودي حاجة ابتداها الفاطميون اللي زي ما قلت لكم كانوا بيحبوا جدا يفرحوا في العيد، كانوا بيفرقوا كحك على الناس. الخليفه الفاطمي كان بيخلي جنوده تعدي على الناس وتفرق عليهم فلوس، فالعيال العيله بقى مقلبه في الرايحه والجايه، فعايزه تعرف ان الفاطميين هم السبب. نيجي بقى لعادات غريبه بيعملوها بعض الناس في العيد، زي مثلا محلات الكشري اللي بتقفل طول رمضان وبتفتح في العيد بس، ده اللي خلانا نشك انها فيها مشكله طبيه في رمضان. طبعا كل الدكاتره ما عندهمش اي مانع في تناول الكشري عند الفطار، لان الكشري اساسا وجبه دسمه ومش مزيه تماما، ولكن عاده قفل محلات الكشري في رمضان ديت دي مجرد عادات وتقاليد تقريبا محدش يعرف ايه مصدرها، ولكن هي طبيا او علميا مفيهاش اي مشكله انها تفتح في رمضان او بعد رمضان. ونيجي لاخر حاجه تهمنا وهي افلام العيد. بيجي عليك العيد كده وتخش على قناه روتانا سينما تتفرج على افلام العيد الجديد، تلاقي عرض لك فيلم بقاله 15 سنه وتقول لك ده فيلم العيد الجديد لسنه 2023، لحد ما تزهق وتنام وما تصحاش غير على صوت الراجل اللي بيقول لك روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك، فتصحى تفتكر انك فاتح التلفزيون تقفله وتغمض عينيك وتنام تاني. بس كده، ده كل حاجه بتحصل في العيد. لو عجبك الفيديو وادائي يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان تدعمنا بيه، ويا ريت ما تنساش تحط تعليق في تعليقات اليوتيوب عشان تضاف في تعليقات القناه، زي ما انت شايف حضرتك كده اهم تعليقات القناه بتضاف عندنا. كان معكم حازم امين وعبدو عادل من قناه هيستوري كومنت.